يعطيك العافية. مشاهدين في كل مكان، دي كان حلقتنا، وده كل ما تحولين الزمن من ظلال أصيل اليوم. بكرة أنا حكون معكم يوم الثلاث في ظلال أصيل جديدة. كونوا بعافية وخلوا بالكم من روحكم وتقبلوا تحية كل الفريق العامل. السلام عليكم. الجلابية مع العلمية من جلد الصيد شوف مركوبة ولاد.